لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قانون الانتخابات، جدل الأصوات ووجل الزعامات. حين خرج الشارع في تشرين وضع في طليعة أهدافه أن يكون قانون الانتخابات عادل التمثيل، فالانتخابات السابقة كانت محطة للتشكيك والتساؤل بل والطعن بالتزوير كذلك، فالناخب كان يعزف على انتخابات أو انتخاب أسماء بعينها ليجدها حاضرة في المشهد البرلماني كل مرة. فهل يحمل القانون الجديد في طياته ما يلبي طموح الشارع؟ وما هي نقاط الخلاف الأبرز على طاولة الخصومات السياسية؟ وهل سيكون القانون ملبيا فعلا لإرادة الشارع الذي طال انتظاره؟ أم أننا بانتظار جدل آخر قد يطول أيضا؟ قانون الانتخابات بين جدل الأصوات ووجل الزعامات سيكون عنوان حلقة هذه الليلة من لعبة الكراسي، ونستضيف فيها كل من النائب السيد خالد جشع من النائب عن دولة أو تيار الحكمة، تفضل أستاذ خالد، وكذلك السيد سلام شمر النائب عن سائرون. حياكم الله، تفضل. حياك الله أستاذ خالد. حيا الله يسلمك. السلام عليكم. صريح. حياك الله أستاذ سلام. صريح. مساكم الله بالخير. الله بالعافية. شلون صح الأمور؟ الله يسلمك. يا بالانتخابات يقول لك قانونها رادة فصال. كل حزب يريد على نفس المقاس. وما نفتهم انه هسه الجدليه هي صارت على جدليه انه امور فنيه متعلقه. هسه من المفروض باكر ينهي قراءه قانون الانتخابات مضافا له الملحق الانتخابي. استاذ خالد، ليش هالتعطيل بالملحق كل هاي الفتره؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على جنابك وعلى زميلي العزيز شيخ سلام وكل مشاهدي قناه الشرقيه الكريمه وكل شعبنا العراقي. حياك الله. ابتداء هو قانون الانتخابات أقر، يعني باكر ما نحتاج قراءة لقانون الانتخابات. لا، قانون الانتخابات تم التصويت عليه، فقط الملحق، الجدول الملحق به اللي يعني بتقسيم الدوائر المحافظة إلى عدة دوائر، هذا النص اللي صار. طبعا أكو فد إشكالية ظهرت يعني بقضية الملحق الجدول، هل يتم فقط ارساله من اللجنه القانونيه ومصادقه هيئه الرئاسه او رئاسه المجلس وارساله المفوضيه او يصوت عليه المجلس؟ خوش. هذه اشكاليه ظهرت بالاونه الاخيره. هو عد ما صوتنا على الماده 15، لا احنا بالماده 15 صوتنا النص اللي صوت عليه مجلس النواب انه يعد جدول بالدوائر الانتخابيه يصوت عليه لاحقا في مجلس النواب. حلو. إذن يجب أن يكون الملحق يعني يعود إلى المجلس ويتم التصويت عليه مرة أخرى. طيب هذا الملحق، هذا بالتصويت على المادة 15. أما لا، بس خلينا نوضح الملحق. إحنا نوضح الملحق. الملحق يقرأ قراءة أولى وثانية للتصويت. لا، ما يحتاج مباشرة تصويت. هذا كان يدير الجلسة وقت التصويت على المادة 15. ليش هاي الإشكالية ظهرت؟ كان يديرها السيد النائب الأول لرئيس المجلس أستاذ حسن كريم. بعدين اجى يعني رئيس المجلس استاذ محمد الحلبوسي كمل قراءه، يعني تم التصويت على بقيه المواد والقانون بالمجمل. استاذ محمد ما يدري هذه الماده تم التصويت عليها بالشكل اللي قرات بالمجلس، انه المجلس يصوت على الملحق. حلو. فضاف عباره يعني بالنهايه نصوت على القانون والملحق راح يجي هو يعني اثناء كلامه من اللجنة القانونية إلى رئاسة المجلس وعرضها على ترسل إلى المفوضية. حلو. نصوت على القانون بالمجمل، تم التصويت على القانون بالمجمل، لكن المواد عندما صوتنا عليها واحدة واحدة هذا كان المفروض يرجع جدول يعني الجدول الملحق اللي يعنى بتقسيم الدوائر في كل محافظة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، يصوت عليه داخل مجلس النواب، مو فقط اللجنة القانونية تعدى ورئاسة المجلس تصادق عليها وترسل كل زين. يعني هذا الملحق يتطلب كل هذا الجدل، يتطلب انه انا اليوم ادخل في نقاشات عميقة. لا، هذا لحد يوم امس البارحة بالليل استاذ خالد وانت على اطلاع كامل، خلافات عميقة طبعا. نص العبارة. لا، هو شوف استاذ هشام، روح القانون قضية الدوائر. يعني بي كانت نقطتين خلافية، التصويت الفردي للمرشحين وهذا تم التصويت عليه ضمن القانون. حلو. بقى قضية الدوائر هي النقطة الخلافية الأساسية بالقانون. يعني بعض الكتل السياسية تريد العراق دائرة انتخابية واحدة.
بعض الآخر تريد المحافظة دائرة انتخابية. البعض الثاني انت يريد احكي لي الحكمة، الحكمة شنو رؤيتك مع شنو؟ كان مقترحنا واضح يعني اللي قدمناه، لكن للأسف كان واحد من المقترحات الخيارات اللي المفترض يتم التصويت عليها رؤية الحكمة بأن تكون دائرة صغيرة، لكل دائرة نائب، يعني تقسم المحافظة إلى دوائر بعدد نواب المحافظة. أضرب بعدد لك مثال. نواب الرجال. بعدد النواب الرجال. بعدد النواب الرجال. بعدد النواب الرجال. الدوائر صغيرة يصيحوا لها الدوائر المفردة المنفردة. كل دائرة صعد نائب واحد. يعني أضرب لك مثال. النجف الأشرف. بيها 12 مقعد. 3 نساء الكوتة النسائية و9 رجال. تقسم النجف إلى 9 دوائر. التسع دوائر تتنافس، يعني يتنافسون المرشحين داخل كل دائرة، ويصعد من كل دائرة حسب النظام الأكثر. وشلون راح لها ويا النساء الثلاثة الكوتة؟ النساء الثلاثة تتقسم المحافظة أيضا إلى 3 دوائر على عدد النساء، على عدد دوائر النساء، يعني 3 دوائر انتخابية، ويتم التصويت، التنافس فيما بين النساء لحالهن، ويتم التصويت إلهن، ومن يحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الرجال أو النساء طبعا راح يصعد لي يفوز بالمقعد. كل زيادة. هذا ليش مبررنا يعني بميزات، طالما رحنا لنظام أكثري اللي هو التصويت الفردي يجب أن تكون الدائرة صغيرة، كلما كانت الدائرة أصغر. هسه جاي نحكي أسباب موجبة. كلما كانت الدائرة أصغر، كلما كانت تحقيق العدالة في هذا النظام الانتخابي أفضل، يوفر يعني يوفر شو أقول فد مساواة جدا عالية بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين المنتمين للأحزاب. يعني ماكو ميزة لمرشح حزب على مرشح مستقل، كلهم راح يتنافسون في دائرة صغيرة. الحزب يقدر يجمع لمرشحين من كل المحافظة عدد كبير من الأصوات، ما يقدر ينافسه وياها المستقل، يستخدم إمكانات المالية، إمكانات بالسلطة غيرها. أما إذا كانت الدائرة صغيرة وعدد الناخبين في هذه الدائرة ما يتجاوز 80-90 ألف ناخب، وكلهم يعرفوه من منطقة واحدة، ما يحتاج يروح اليوم خالد مرشح عن النجف يروح إلى مناطق ما تعرفها ويأخذ شيخ سلام ويا معرف من ديك المنطقة حتى يقولهم والله هذا خوش إنسان زين، لا هو بالمنطقة ويعرفوه زين لو مو زين. الشيء الثالث والأهم، المال السياسي والمال الانتخابي بعد ما ينفع. المرشحين يعني كثير من عندهم يجي يشوف وين أكو مناطق ضعيفة حال بال مجتمع بأنحاء المحافظة، المناطق النائية البعيدة اللي ضعيف حالتهم الاجتماعية الاقتصادية ضعيفة، يروح يجمعهم من كل المحافظة، يقدر يحصل له كم ألف، 8-9 آلاف صوت يقدر يحصل ويصعد. أما إذا كانت الدائرة صغيرة يعني ما راح يقدر يجي يصرف بها الأموال وما تجدي. البعض يراها العكس، حتى من يقول لك أنا كل ما صغرت الدائرة كل ما زاد عندي لا حتى المال السياسي. لا هو اللي يستقبل المال السياسي إيش قد بهاي الدائرة؟ 500 من 100 ألف أقصد، 500 ألف، 2000، ما راح ترجحها. لا يراها من ناحية التكثيف، ما راح ترجحها ويقدر ينافس المرشح القوي المعروف، الشخصية النزيه، الشخصية تكفؤة وغيرها. هل 3 مبررات أساسية كانت في خيار الحكمة باختيار هذا الـ يعني النظام، نظام التصويت الفردي بدوائر صغيرة، وهذا أيضا استشفينا يعني مطلب من مطالب المتظاهرين بوقت قبل التصويت على الانتخابات، دوائر متعددة، دوائر متعددة صغيرة صغيرة اللي هي لكل دائرة. كل زين. أستاذ سلام أرحب بك مرة ثانية. أنت عندكم ما أخذ وإشكالات كثيرة على قانون الانتخابات، باكر راح تطرح هذه الإشكالات وتعرقلون القانون لو أكو الأمور والتفاصيل كلها حسمت، وباكر راح نتوكل على الله ويصير حسم للملحق. شكرا لك يا أخ هشام، ونرحب بأخ العزيز أستاذ خالد جشعم، حياك الله، ونرحب بمشاهدي قناتكم الكريمة. لتحالف سائرون رؤية تم طرحها يوم أمس داخل قبة مجلس النواب في قاعة الشبيبي. الدوائر المتعددة، أحب التعريج على ما قاله أخ العزيز أستاذ خالد. السيد رئيس مجلس النواب كان ما موجود، والنائب الأول دار الجلسة في حال غياب
رئيس مجلس النواب يحل النائب الأول كرئيس مجلس النواب. احنا اليوم القانون بالمجمل ما عندنا مشكلة به. جيد. علقت عدة فقرات، من أهم الفقرات التي تم تعليقها هو تحديد الدائرة الانتخابية. تمام. كقانون احنا عبرنا. اللي هي فقرة 15. كان قانون مجحف، قانون سانت ليغو. كانت الأحزاب الكبيرة متسلطة هي اللي تتحكم بمصير البلد وبمصير الناخب. كل زين. يعني اليوم أنا القائمة سين استحوذت على كأن يكون 200,000 صوت. كم مقعد بال200,000 صوت؟ كأن يكون 5 مقاعد. هي اللي تتحكم بالمقاعد. انت المفروض ما تحكي على القوائم الكبيره. لا لا بس قل لي ليش سايرون احنا اليوم اللي طالب بحل المفوضيه وتعديل قانون الانتخابات هم تحالف سايرون. الكل على مرأة ومسمع. بالناتج صارت انتفاضه تشرين، طالبوا بحل المفوضيه وتعديل قانون الانتخابات. والله حسبيها صح باو عليه. هذا اللي صار. يعني اليوم صار مطلب جماهيري، ايدت المرجعيه، الاخوان بالكتل الموجودة صار تأييد مباشر، إخواننا اللي بحكمه وبعض الكتل أيدوا هذا المطلب. اليوم احنا حتى يصير تمثيل حقيقي العراق بعد ما يتحمل أكثر من اللي تحمل طيلة هاي السنين الماضية. سبق وأن هدرت أموال ومفسدين وحيتان. سامي أتمنى تجاوبني على هاي هذا التساؤل. جايك أتمنى تجاوبني بس على المداخلات بيني وبينك. هذا التساؤل اللي يقول لك أنه اليوم أنا حزب كبير وأقول ما أشارك الأحزاب الكبيرة، حتى الأحزاب الكبيرة ما تكون متنفذة. طيب أنت أكبر الأحزاب الموجودة بالعراق، ليش تتهج هذا النهج؟ أنا اليوم حتى نكون واضحين، في أي دورة التيار الصدري استحوذ على وزارة؟ أنطيني دورة واحدة. يأخذ استحقاق من الوزارات ورا شهر شهرين أجى توجيه تسلم جميع الوزارات المن لرئيس الوزراء، والدليل حكومة السيد عادل عبد المهدي. الوزارات اللي تابعة لتحالفكم أربعة شون؟ اللي تابعة لتحالف سائرون. نقول عندكم أربعة. راح أقول لك. اللي تابعة لتحالف سائرون سلمت اختيار جميع المرشحين الحقائب الوزارية السيد عادل عبد المهدي. مدراء المكاتب. وخير دليل، خير دليل. مدراء المكاتب. بعاني أحكي يعني. لا السيد عادل شكركم. عادل شكركم. سعد الشام. وقال أشكر سائرون والفتح. لأن الطاني والحكمة، الطاني حرية الاختيار. لكن مدراء المكاتب أنا بطبعي أسولف. أقسم بالله مدير مكتب واحد لأي وزير ما عندنا. أقسم بالله. مدراء عمين مدراء اخي العزيز تحالف سائرون بس اعطيني مجال على رؤيه الحكمه. قل لي انت جاي تقول لي مدير مكتب هاي رؤيه الحكمه هاي مال مدراء العامين. انت جاي تقول لي مدير مكتب. اما بالنسبه للدرجات الخاصه والمدراء العامين حق مشروع اليوم تحالف سائرون جزء من العراق وجزء كبير من حقهم وعندهم كفاءات وعندهم ناس وعندهم يعني اليوم انا ما اقدر اقصي شريحه كامله تمثل 25% او اكثر من العراق بدون استحقاق. هو مو منطق هذا. جيد زين. انا اليوم وعوف بالدرجه الاولى وعوف اللي جايب 37 سنه و 39 سنه خدمه ما خليه يصعد مدير عام. اجيبه بالسبعه او بالعشره او بال15 يصعد يصير مدير عام. دماء جديده، دماء شبابيه جديده. احنا اليوم من طالبنا انت تقول اكثر المستفيدين من قانون الانتخابات او الكتله الكبيره انتم. نعم نعم كتله كبيره اكبر بس اليوم انا يهمني مصير البلد. جيد. انا من صارت دوائر متعدده كسبيل مثال اعطيني رؤيتكم هسه. رؤيتكم شنو؟ رؤيتنا كان العراق دائره واحده. كل الشعب العراقي يدري من الذي تسلط على الشعب العراقي بالدائره الواحده وما هي، وكانت عرضه لهدر الاصوات وعدم تمثيل حقيقي في المحافظات او الاقضيه والنواحي. بالناتج صار تعديل بقانون الانتخابات، صارت 15 دائره للمحافظات، لكل محافظة دائرة واحدة. اليوم التعديل والرؤى اللي طرحتها سائرون يوم أمس 240 دائرة تصير في كل العراق. أنتوا هاي سويتوا على مود يفهمها الجمهور. أنتوا طلعتوا التسعة خلي أفصل كياهن آني طلعتوا الثمانين ما النساء. هو قانوننا لا احنا اليوم الأقليات حق مشروع ينكفلون دولة. التسعة مال الأقليات لا يمكن التلاعب في هذه المقاعد. كل زين مضمونين ذول الأقليات ما عندنا مشكلة. عندنا 80 مقعد مال النساء يبقى 240 لكل رجل دائرة واحدة مثل ما تفضل أستاذ خالد. أما بالنسبة للنساء هذا مو مؤتمرنا. هذا المحور عندكم بالبند السادس من المادة 15 اللي يقول بما أن مجلس النواب يتكون من 329 نائب يتم طرح كوتا الأقليات والبالغ عددها 9 ويتم طرح مقاعد النساء والبالغ عددها 80. مضبوط.
9 ناقص 8 ناقص 329 راح يبقى لك 240. يعني انت اليوم تطالب ب 240 دائره. 240 دائره. اسالني شلون حددت هذه الدوائر؟ شلون حددت هذه الدوائر؟ حسب المراكز الانتخابيه اللي نزلتها المفوضيه. مفوضيه الانتخاب الانتخابات على الجي بي اس. هذه المراكز مسجله و ماخوذه بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي والتعداد السكاني. يعني ما راح نتعب ولا راح يتعب العدو الفرز في كل المناطق الاقضيه والنواحي. انا اليوم حتى يصير عندي تمثيل حقيقي بجميع المحافظات وبجميع الاقضيه والنواحي، جاي يجي سين من الناس متنفذ اخذ استحقاق الناحيه الفلانيه خلاها وين؟ بالمركز او بجنوب المحافظه او شمال المحافظه. اليوم بهذا القانون انا راح اضمن يصير تمثيل في كل الاقضيه والنواحي في كل المحافظه، حتى لا يغيب التمثيل عن الناخب. يعني 240 على ولا على اي اساس؟ انه 100,000 لو جد على 100,000 على 100,000 وهي مو على 100,000. التعداد السكاني للعراق لم يحصى لحد هذه اللحظه، اخذنا التعداد السكاني السابق. يعني انتم تتطابقون مع رؤيه الحكمه؟ طبعا 100%. طبعا 100%. هذا شوف احنا اذا نريد اذا نريد نخلي على 100,000 من المفترض يصير 400,000 400 نائب لمجلس النواب. احنا ماضين مع تقليل وتقليص النواب. راح نرجع وين؟ نرجع للمربع الاول 329، 9 لاقليات و80 لل هاي ماده دستوريه استاذ سلام. هاي الماده الدستوريه ماده 49 تتحدث انه انا اليوم لازم اخلي كل 100,000 عضو مجلس نواب. لازم يصير تعديل بالدستور اخي العزيز. لازم تعدل الدستور، التعديل الدستوري الراد له وقت كبير. اليوم احنا ماضين بانتخابات مبكره، مطلب جماهيري، الثوار مصرين على انتخابات. بس انا اكمل 80 و9 شلون راح تحلوها؟ 80 نساء و9 كوتا. اعطيني مجال. بالنسبه للكوتا مال النساء من حق الرجل ينافس على دائره واحده. خوش. هذا رؤى تحالف سائرون وان شاء الله احنا يعني عندنا امل كبير راح يمشي هذا الموضوع. تمام. اليوم الدائره الواحده الرجل ينافس على دائره واحده. اما المراه من حقها تنافس على 3 دوائر. يعني اللي متقاربه حتى تصير عندها يعني مساحه ورقعه جغرافيه اوسع تقدر تنافس بيها. يعني تنافس كل الدوائر الرجال تصير دائره للنساء. كل ثلاثه ثلاثه رجال هذا يندمجن تصير دائره للنساء. من حقها ترشح على 3 دوائر وتاخذ اعلى الاصوات للنساء. من حقها ترشح على 3 دوائر. لا 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 بس بتعطيني مجال. دائره واحد ودائره اثنين ودائره ثلاثه. سلام الشمر رشح على دائره واحد، ما من حقه يرشح على دائره اثنين وثلاثه. المرأة من حقها ترشح على دائرة واحد واثنين وثلاثة وتاخذ أصوات من واحد واثنين وثلاثة. خوش. أعلى الأصوات بالنساء راح تعبر. إذا كانت يعني مصرة على دائرة واحدة وتريد ترشح على دائرة واحدة اختيارها على دائرة واحدة راح تنافس الرجال على الدائرة. تطلع من كوت النساء. فهنا أعطيت للمرأة مميزات. أعطيت للمرأة مميزات. شنو مميزاتها؟ من حقها تنافس مو بس على دائرة واحدة، على ثلاث دوائر حتى يصير عندها فسحه بالرقعه الجغرافيه. هاي وفق اي رؤيه؟ هاي راح تطلع من الكوتا لو تبقى ضمن الكوتا. اعطيني مجال. تنافسن ببيناتن. ثلاث دوائر اذا ثلاث بينات يتنافسن. النساء يتنافسن ببيناتن ما لها علاقه باصوات الرجال. الناخب يريد يطل للرجل صوت يريد يطل للمراه. هو المقترح احنا كنا من ضمن اللي عاملين به. من حق المراه تنافس على كوتة النساء بثلاث دوائر. في ان واحد. ومن حقها ترشح على دائرة واحدة. هي اختيارها. تظل حرية الاختيار. إذا دائرة واحدة ما راح تدخل بكوت النساء. راح حصلت أصوات شو؟ لا لا بس إذا على دائرة واحدة هي اختيارها. خليك لا لا هي اختيارها. إذا اختيارها اختارت دائرة واحدة يشوف يعني ثاقة بالدائرة هاي الواحدة راح تحصل أعلى الأصوات وتنافس الرجال. هو من حقها تطب على هاي الدائرة. أما إذا تريد تنافس على كوتة نساء تدخل بثلاث دوائر وتنافس على كوتة نساء. جيد. أما بالنسبة للأقليات التسع مقاعد مال الأقليات ذن ما نسلم عليهم ينافس على كل المحافظة. المحافظة دائرة انتخابية. دائرة انتخابية واحدة. المحافظة دائرة انتخابية للأقليات. للأقليات حتى نضمن حقوق من؟ حقوق الأقليات. الأقليات جمهورهم متفرق. أكيد. مو مجتمع. فهاي رؤية سائرون بي حتى يصير تمثيل في كل الأقضية والنواحي وما ينبخس حق أحد. يعني ما راح يجي أني الحزب الفلاني. إحنا أهم فقرة عبرناها قانون الانتخابات ألغي قانون سانت ليجو.
حتى في نينوى يعني هسه مثلا عندنا اقليات في نينوى فقط في نينوى ينافسون طبعا فقط واللي هو جمهورهم يمثلهم فقط في المحافظات اللي يعتقدون انه يرشح بالمحافظه اللي بيها جمهور له فقط يرشح بالمحافظات مثل السابق نفس الشيء اللي بها جمهور هو التسع مقاعد مالته مضمونه كل الزين يعني ما حد يساوم عليهم التسع مقاعد مال الاقليات مضمونات للاقليات اما بالنسبه للترشيح اي محافظه يريد يشوف له بها جمهور خلي رشح بيها ماكو مشكله يعني ما عندنا احنا مشكله بموضوع موضوع الاقليات مضمون الا تسع انا بس خلي ارجع على موضوع النساء استاذ خالد بالنسبه للنساء يعني بس للتوضيح اولا المراه من حقها ترشح بالدوائر المفرده اللي هي قسمنا المحافظه كمثال النجف تسع دوائر من حقها تجي ترشح باي دائره من الدوائر المفرده وتتنافس حالها حال الرجل تاخذ على الاصوات تفوز ما اخذت ما تفوز اما تقدر ترشح بالدوائر دوائر الكوتا تختار هي دوائر الكوتا التطور بموقف سائرون بالنسبة لأنه بالبداية كانوا يقولون القضاء دائرة انتخابية يعني هذا اللي يدربي يعني هذا يعني هذا اللي ادري بيقولوا احنا البارحه اعلنا يعني الان الان تغير الموقف تمام اعتبره فالتطور ايجابي جيد جدا اجوا يا رؤيتنا يتفقوا يا رؤيتكم وقبل رؤيتنا هي رؤيه المتظاهرين يعني احنا طرحنا رؤيه والحمد لله ايضا المختصين بانظمه الانتخابات يقولون النظام الاكثري أكثر عدالة يكون إذا كانت الدوائر صغيرة كل المختصين بأنظمة الانتخابات إذا تريد تروح للنظام الأكثري اللي هو ياهل يحصل أعلى الأصوات يفوز كون تروح لدوائر صغيرة نفرض هاي قائمة انتخابات وطبعا إحنا من دعاة أنه يكون بجولتين يعني اللي حصل الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الدائرة ما حصل بأول جولة تروح إلى جولة ثانية بين أعلى اثنين من يحصل يعني هذا اللي أرسله هذا هاي رؤيتنا أما إذا ما صار هذا إذا بجولة واحدة وتوافق يعني صار مجلس النواب على جولة واحدة ماكو مشكلة تطور إيجابي ندخل بغير تفاصيل إذا جولتين أنا تطور إيجابي بعض يتحدث به إذا دخلنا بجولة تنافسية أخرى ما يصير جولة راح ندخل بإحراجات كثيرة قاعد أحكي بالستندر العالمي للنظام الأكثري يعني هاي الورقة الانتخابية راح يجي تنافس للكوتا منعزل عن الرجال نعم منعزل لا تماما لا بس تصير ورقتين انتخابية المفترض أخوي أستاذ سلام قال الدوائر من حق المرأة ترشح على ثلاث دوائر هي الثلاث دوائر مقدما يعني محددة نفترض النجف قلنا تسع دوائر من واحد إلى تسعة فواحد اثنين ثلاثة هاي دائرة انتخابية للنساء للكوتا خوش أربعة خمسة ستة دائرة ثانية كوتا نسائية سبعة ثمانية تسعة الدائرة الثالثة للكوتا النسائية حلو. فمن حق النساء يرشح أي دائرة أي واحدة من ذلك الثلاثة احنا يعني حسب المختصين بالانتخابات اما تصير ورقه واحده النساء بجانب والرجال بجانب ومن حق الناخب اما يعطي صوت للمراه بالدائره او للرجل صوت واحد طبيعي جدا ما يصير يعطي هنا وهنا كل الزين ومن يحصل على الاصوات هو اللي يفوز استاذ السلام يعني اليوم احنا اذا قررنا او خلص انه صوتنا على الملحق الانتخابي وخلص انتهينا من عنده راح نذهب للانتخابات مبكره ماكو شيء اسمه تصويت استاذ هشام تصويت على شلون على الملحق بس انطيني مجال احنا القانون اساسا الصوت عليه بالمجمل اي هاي للمعلومه وللتصحيح اذا صار خلينا نحكي بوضوح اذا صار توافق كتل يدرج الجدول ويذهب الى رئيس الجمهوريه المصادقه شلون يدرج غير الصوت عليه مو احنا صوتنا في السابق هاي اشكاليه قانونيه هاي 15 صوتنا عليها قلنا مجلس النواب يصوت على الجدول اخي العزيز مو انا هسه جاي اعطيك شقين إذا صار اختلاف بين الكتل على القانون على تعداد الدوائر راح نذهب للتصويت إذا صار توافق مع الكتل راح نمضي ب يعني رؤيتكم 240 دائرة ورؤية الحكمة تتطابق 240 دائرة بعد الشيء. أكو شركاء طبيعي شركاء من المعارض اليوم عندكم كل 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 كتلة معينة عندها وجهة نظر معينة كل كتلة معينة الفتح ما هي رؤيتهم ما عندكم تفاهمات ويا الفتح وتحالف استراتيجي وياهم لحد هذه اللحظة لم يحسم حسم قطعي الإخوان بالفتح عندهم رؤى الإخوان بالقوة عندهم رؤى الإخوان الكرد عندهم رؤى إذا مضوا بتوافقات
ودمج بعض الدوائر، يعني لربما بعض الاخوان راح يوافقون. اذا ما مضوا الاخوان بالحكمه نفس الراي مال تحالف سالمون راح يعرض المن يعرض لتصويت مجلس النواب. مجلس النواب يصير الفيصل في مضي القانون او اللي وصلنا البارحه من قانونيين انه حسب الرؤيه القانونيه بالحالتين انتم لازم تصوتون، بالحالتين الصوتون لازم على الملحق والفقره رقم 15. صحيح صحيح. يعني لان الماده 15 واضحه من صوتنا عليها بتدرج المواد قالت الملحق يصوت عليه مجلس النواب. اما رئيس المجلس ما يدري، اجى قال بالاخير احنا نصادق كرئاسه بعد ما هاي الصير ما يدري، يعني ما يدري احنا شو مصوتين هناك. لو يدري كان رجع عدل. انا يعني متيقن استاذ محمد عدى تمام استاذ خالد، لكن استاذ سلام هسه انا ارد اجي على نقطه مهمه جوهريه. من راح يحدد الدوائر؟ شلون راح تحدد هذه الدوائر اخي العزيز؟ احنا عندنا يمكن ايش كم قضاء مستحدث، ايش كم ناحيه؟ لا مو على الطير، مو انا اذا تريد اعطيك تفصيل عن هذا بس خلي تفضل استاذ سلام بعدين استاذ. مو انا ببدايه حديثي قلت لك احنا اعتمدنا مراكز التسجيل المثبته بالمفوضيه ومنزله بالجي بي اس على كل المناطق. يعني اليوم مركز مثبته المفوضيه اللي موجودات بالعراق 240 مركز انتخاب. 240 احنا شو اعتمدنا؟ اعتمدنا ال 240 مركز الرسميات اللي منزلتهم على الجي بي اس المفوضيه وما بهن اي مشكله على اساس الانتخابات السابقه. لا 240 لا وصلتنا بس في لحظه استاذ سلام، على اساس الانتخابات 2018 احسنت اللي صار بها التزوير احنا واللي صارت بها الطراقع العزيز. التزوير صار في مناطق معينه، اما بالنسبه للفرات الاوسط والجنوب لا يوجد صوت واحد ماك تزوير. ترجع تحكي على العراق كله ما العلاقه بال انا اليوم احنا ليش ذهبنا كله؟ ساد هشام ليش ذهبنا للدوائر المتعدده حتى نحد من موضوع تزوير وما نسمح لسين وصاد يجي يتلاعب باصوات هاي الناس. مو ترى كل ما تلاعب داخل عزيز كل ما تتوسع الدائره راح تصير عرضه لسلب الاصوات وتزوير الاصوات. انت راح تصير تلاعب. انت اذا قستها على 240 على وفق الانتخابات 2018 عندنا يمكن هاي المتنقله ما ادري شو صح ولا اتذكرها ان ذني اللي يعني راحن ذني كلها هذني كلها راحن بقى بس مع النازحين ويعتمد البايومتري. صوتنا بالمجلس بالضبط وهو صار التزوير اذا كمل استاذ سلام ما ادري انا لا خلينا لا استاذ سلام بيكمل. ال 240 ماكو ان شاء الله. ال 240 مركز المثبتات بالمفوضيه اذا اعتمد ذني انا يعني رؤيتنا كرؤيه راح نسبه التزوير حتى 1% ما تظل 0% ماكو تزوير. ما نوع التزوير انتخابات بيومتريه تعلن في لحظه غلق ما عندك فد موضوع انت الدائره يعني الدائره كلش محدوده ما راح تجمع مال الدوائر الباقيه وتجمع مال كل المحافظه حتى يصير عندك تحتاج سقف زمني عالي. انت عندك دائره انتخابيه راح تعلن من هو اعلى الاصوات بهذه الدائره. جيد انا خل اشوف راي استاذ خالد، انت يمكن عندك راي على الاقضيه. اي تقسيم الدوائر الى يعني 100 احنا طبعا من طرحنا هذا الموضوع رغم في اللجنه القانونيه ممثلنا باللجنه القانونيه اقترح هذه الدوائر المفرده في حينها. كان راي الاخوه في اللجنه القانونيه انه هذا ما ممكن يعني يحتاج لفتره طويله ما ممكن يطبق، اعطيناهم الاليه للتطبيق. يعني هذا ممكن تطبيقه. احنا اليوم حتى ما نحتاج وقت طويل ونعتمد على نفس سجل الناخبين اللي موجود الحالي، لانه سجل الناخبين ما عندنا مشكله به. سجل الناخبين ما مشكله به لا ابدا، ولا حتى راح يعرض للناس اللي ما موجود اسمه اللي عنده خطا باسمه ينفتح باب التعديل يعني التغيير والانتقال من مكان الى مكان. فسجل الناخبين الحالي ما بيفرد مشكله. كل مجموعة مراكز انتخابية متجاورة وحتى حسبناها من 30 إلى 40 مركز حسب يعني عدد الناخبين في ذلك المركز. مرة أكو مركز نرجع على المشكلة مال المحكمة الاتحادية. لا أبدا ما بي المادة 19 يقول النائب لكل 100,000 نسمة وإحنا هسه عندنا يمكن إشقد 329 نائب وعندنا 32 مليون تقريبا حسب الزيادة اللي جاي يصير عندنا تقريبا 40 مليون فالمفروض يصير مجلس النواب 400 صح فما لنا علاقة ما راح نرجع لهذه. إحنا باقين على نفس العدد ما راح يزيد باقين على نفس العدد ما يزيد تمام. العدد نفسه 329 وكان رأينا من اجل مقترح الحكومه مشروع الحكومه
اللي يقلل عدد النواب كنا كحكمة معه، لأنه طالما ماكو تعداد سكاني فليش نروح لل 329 معتبرين العراق 32 مليون و900. نقول والله يعني طالما صار تجاوز عن النص الدستوري ماكو تعداد سكاني خلينا ننزل العدد نخلي 250 نائب وماكو تعداد سكاني لان يتعدل الدستور. هي هاي الحصار السكاني لحد الان ما صاير الا ان يصير متعدل الدستور ونازل العدد. فخلوا على العموم ما ناقش العدد، ارجع لك للاصل الموضوع الجوهر. فكل مجموعه مراكز انتخابيه من 30 الى 40 مركز انتخابي متجاوره يكون دائرة انتخابية بمنطقة واحدة، وهذا سهل المفوضية تقدر تسويه ب يعني اسبوع 10 ايام اسبوعين بالزايد. بالبداية ما كانوا مقتنعين الأخوة في اللجنة القانونية، قالوا هذا ما ممكن تطبيقه. ممثلي الأمم المتحدة اللي حاضرين اجتماع اللجنة أيدوا مقترحنا وقالوا هذا المقترح أفضل وأكثر عدالة بالنسبة للدوائر المفردة الصغيرة وأسرع للتنفيذ. إذا نروحنا للأقضية ما نقدر ننفذها، يحتاج لنا يجوز سنة أكثر من سنة، أكو مشاكل تداخل سنة أو أكثر من سنة، يا الله نقدر نروح نطبق نسوي سجل ناخبين على القضاء دائرة انتخابية. وكان الأخوة في تحالف سائرون قريبين من عندنا في هذا المقترح لأنه يعني الحمد لله بالاعتماد على المراكز الانتخابية. المراكز الانتخابية زين، والأقضية شلون على المركز الانتخابي؟ الناحية كلها على المركز الانتخابي على نفس السابق. أكو مركز انتخابي بالقضاء، مركز تسجيل، مركز تسجيل، ومركز التسجيل يتفرع إلى مجموعة مراكز انتخابية. تمام. بمرة بناحية أكو 10-15 مركز انتخابي ومركز تسجيل واحد وقضاء بفد ما أدري 300-400 مركز انتخابي. هاي ما عندكم إشكالية بيها؟ لا لا ما تتقسم يعني كل مجموعة مراكز انتخابية متجاورة متقاربة يصير عدد الناخبين بيها العدد يعني تتقسم عدد سكان الناخبين بالمحافظة على عدد المقاعد يطلع عندك رقم. ف يعني من السهولة بمكان تطبيق هذا النظام. تمام. حسب استاذ خالد أنا نرجع إلى السؤال السالته استاذ سلام يمكن ودخلنا بعدة تفاصيل غير هذا السؤال. هذا طبعا سؤال مشترك استاذ خالد. اليوم يقول لك أنا خلصت من القانون وتم التصويت عليه من الملحق وخلص أرسلته، بالتالي إن اليوم راح يصير انتخابات مبكرة وأنا راح أنتظر. لا لا، المطلب انتخابات المبكرة مطلب أساسي. يعني أولا الشعب والمتظاهرين، المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. تمام. مطلب شعبي مرجعي. وأيضا كثير من القوى السياسية يشوفون أكو اليوم العملية السياسية وصلت إلى مراحل بها اختناق انسداد سياسي، ما ممكن الـ يعني الـ اكمال الدوره بهذه التركيبه. لابد من اجراء انتخابات مبكره عسى ولعله تتغير الخارطه السياسيه. حاطين برايكم ايش قد المده او السقف؟ لا احنا بدنا مستحيل ما ناقشت المفوضيه اخذت رايها احنا كحكمه. واعتقد سائرون هم يشاركونا بالراي وكثير من الكتل السياسيه حتى من بخص الاخرين حقهم. بدهم بعد شهر تصير الانتخابات المبكرة، لكن المفوضية القادرة حسب ما يعني أنا ما التقيت من المفوضية بشكل مباشر، لكن اللجنة القانونية التقت. أعتقد يحتاجون من 6 إلى 8 أشهر إلى سنة قد يكون لإكمال الأمور اللوجستية الفنية لإجراء الانتخابات. بغض النظر عن قضية طبعا هذا إذا رحنا للدوائر المفردة المتعددة الصغيرة أو المحافظة دائرة يقدرون يسووها من 8 أشهر أو من 6 أشهر إلى سنة. أما إذا رحنا للأقضية ما يقدرون يسووها من سنة ونص إلى سنتين. وما راح إلا الأقضية. إلا الأقضية. والأقضية شلون راح يشرحها؟ شو من راح يصادق عليها؟ إذا أنا قلت إذا رحنا إلى القضاء دائرة انتخابية واحدة. فالمشاكل اللي بيها قد يكون المفوضية ما تقدر تجري انتخابات سنة ونص إلى يعني شوفون الأسلم أن اليوم تكون المركز التسجيل هو دائرة انتخابية أستاذ سلام مع إجراء الانتخابات المبكرة خلال نفس هذه الرؤية اللي طرحها أستاذ خالد من 6-8 أشهر إلى سنة بالزايد. تعتقد أنه خلال سنة راح يصير عندنا انتخابات مبكرة؟ أستاذ هشام أكثر من مرة غرس سمحت السيد القائد مقتدى الصدر الله يحفظه بالمضي بالإجراءات انتخابات مبكرة. تمام. وأيضا الثوار في كل المحافظات مطلبهم الوحيد والمرجعية رشيدة.
أما بالنسبة للدوائر الانتخابية للتصحيح، لكل 100,000 ناخب، ناخب وليست 100,000 مواطن، 100,000 ناخب يعني ناقص 20 أو زايد 20 راح يصير دائرة انتخابية. 100,000 ناخب، 100,000 نسمة. لا 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 أساس سلام 100 المادة الدستورية 49 تقول لكل 100,000 نسمة. ما يخالف، أنا ما واحد، أنا ما عندي مشكلة. أنا جاي أحكي على الدائرة. شلون الدائرة؟ لا لا بس أنا راح تخالف رأي محكمة الاتحاد. بس أخي العزيز، أكو عندك 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 عدة مقترحات. المقترح الأول 240 دائرة حتى ننطي مجال للتفاوض أو للنقاش مع الكتل الباقية، وعندك مقترح ثاني لكل 100,000 ناخب. يعني مو بالضرورة، ومو 100,000 ناخب أستاذ سلام، إذا معذرة زائد 20. أنا اللي هذا هسه هذا مادة دستورية ما نقدر نخالفه. لكل 100,000 هو يقصد، أنا بس أعضد كلامه، يقصد من تختار يعني عدد النسمات 100,000 نسمة لها مقعد، انت قسمت المحافظة إلى يعني نفترض النجف 12 نائب يمثلها، متحقق هاي النسبة الدستورية. جيد. أما تقسيم الدوائر فما راح تصير مشكلة، انت راح الدائرة الوحدة إذا صارت دائرة مفردة 90، قلت لك من 85,000 إلى 95,000 ناخب، معناتها أكثر ناخب، معناتها عدد النسبات زائد 20%. كل زين. أنا هسه مؤيدين للانتخابات بكرة وإجراها في موعد أقصاه سنة. اليوم آراء الكتل حتى اشترط على السيد الكاظمي العمل بجد على إجراء إكمال الأمور الفنية واللوجستية لمفوضية الانتخابات حتى وتحديد موعد الانتخابات. هذا اشترط على السيد الكاظمي. ما يقدر ما يقدر السيد الكاظمي يبلغ اذا ما يشوف المفوضيه اليوم حسب الامور اللوجستيه والفنيه اللي تحتاجها. سعد الشام، اللي علينا نمضي بالعمل. اما بالنسبه للامور الفنيه والامور اللوجستيه المفوضيه اللي تحددها. تمام. انا بدي اسال انه اكو جهات سياسيه تضغط دائما لتاجيل تعداد السكاني بصراحه طق لان احنا جاي نشوف احنا صار لنا كذا دوره انتخابيه وهسه راح ندخل الدوره الخامسه وماكو اجراء تعداد سكاني حقيقي، يعني جاي نقيسها بمقاييس تخمينيه. يعني تسالني حتى اجاوبك بمرضات رب العالمين. هناك نازحين ومهجرين ومشاكل بالمحافظات ما تهيئ، يعني غير مهيئه للتعداد السكاني. انا عندي محافظات مستقره في الجنوب والفرات الاوسط وبغداد بالامكان. يعني انت اليوم سويت تعداد سكاني في محافظه معينه وانطيت تعداد السكاني وهاي المحافظه بها نازحين كان يكون فد 500,000 نازح. على سبيل المثال بابل في الاعوام السابقه كان عدد النازحين في بابل تجاوز 1.5 مليون. انا شلون راح اجري تعداد سكان لمحافظه بابل وانطيها عدد سكان بابل وبالناتج شلون راح اضمن النازح راح يبقى لو يرجع هذا النازح اذا موجود مثلا على سبيل المثال في محافظه بابل كل المحافظات راح ينتخب راح يجري انتخابات لا التعداد السكاني التسلسل انا جاي التسلسل شيء بشيء يذكر قلت لك اكو ضغوطات قلت لك اكو مشاكل صارت بالمحافظات ما خلت تمضي المفوضيه او الجهات المعنيه بالتعداد السكاني بالمحافظات بسبب سوء الظروف. يعني هسه المعوقات هي اللي جاية تعطل، لكن اكو نازحين في المحافظات الوسط والجنوبية. النازحين دول شلون ينتخبون؟ ينتخبون النازلين فقط في هذه المحافظات؟ لا هو وين المركز الانتخابي وين؟ مركز انتخابي بابل مثلا. يعني هو نازح شلون؟ يعني احنا اكو مشكلة. اكو مراكز خاصة بالنازح. للنازحين. بدورة 2018 هناك مراكز خاصة للنازحين وللي ما طلعت البصمه هاي شو راح تحسب وفق الدوائر المتعدده هاي يعني ما اعرف لها الدقيقه هاي امور فنيه تخص المفوضيه استاذ خالد عندك معلومات عنها نعم هو قلت لك انا كل مجموعه مراكز انتخابيه راح تندمج تصير دائره واحده وهذا النازح موجود بسجل الناخبين بمحافظته الاصليه ومعلوم عند المفوضيه ومعروف من المرشحين عنده بهذه الدائره يعني انتخاب المرحله الثانيه لا صوت ديك المحافظه اللي ينتمي لها النازحين باي محافظه ما يصوتون ما عندنا تعداد ما من حق ما له علاقه بالتعداد ما له علاقه بالتعداد هو عنده طبعا العفو استاذ سلام صارت النازحين على البطاقه البيومتريه استاذ خالد ما من حقه يصوت باي مركز
لا لا النازح انفتحت لهم مراكز اقتراع هي موجوده في اماكن معينه نعم. يعني مو بنفس مركز الاقتراع اللي ينتخب به الناخب بنفس المحافظه النازح يجي ينتخب به لا اكو مراكز اقتراع خاصه بالنازح مركز الاقتراع انا ما جاي احكي على مركز الاقتراع انا جاي احكي على النازحين الموجودين يصوت المحافظة يصوت المحافظة يعني كان عندنا نازحين من نينوى ومن الموصل وانت حاصرها بدائره اسمح لي ومن تل عفر تحديدا وسهل نينوى اعتقد تمام من صار الانتخابات صوتوا الى محافظاتهم الى نينوى هناك كانت المحافظة دائرة هذا سؤالك هسه راح تصير دوائر متعددة هذا المن وين راح يحط صوته وشلون هو هذا السؤال سجل الناخبين موجود على سجل الناخب على سجل الناخبين ومحدد على سجل الناخبين في المفوضية نازل الى مستوى المحطة ممكن سجل يعني كل محطة بالمركز مو اكو 6-7 محطات من المحطات هو واصل الى مستوى المحطه الوحده وبالبطاقه مالته البطاقه البايومتري موجود بها رقم المركز ورقم المحطه كل صوت انا هذا راح يجرني لا اذا ما عنده مشكله وين مركز الانتخابي دائرة الانتخابية رقم واحد نفترض المركز الانتخابي واقع في دائرة انتخابية رقم واحد من المرشحين هناك من حق يصوت لذاك كل انا راح يجرني هذا التساؤل يعني اكو جهات يعني وضع محافظة كركوك أو المناطق المتنازع عليها هذا شنو راح يكون عنده خصوصية لو تخضع النفس هذا النظام اللي جاي تحدثون به فضل الله سلام النظام واحد نظام واحد في كل المحافظات وإحنا ما حل المشكلة كركوك شو ما بيها مشكلة ما عندنا مشكلة لا شنو المشكلة يعني طبيعية يعني تروح إنه مناطق متنازع عليها هسه يجوز هذا الموضوع ما يخصكم أكثر ما يعنيكم صراحة أستاذ الشام حقوق أهلنا وناسنا اللي بكركوك انضمنت بمن انضمنت بالتحديث يعني بالانتخاب البايومتري راح يلغى التزوير اكو هناك كلام كثير في محافظة كركوك هناك تزوير بطايق انتخاب وما شابه ذلك بالانتخاب البايومتري راح تلغي كلها حتى نضمن حقوق ساكني المحافظة اكو معلومات وردت للمفوضية وايضا لاعضاء مجلس النواب وشكاوى من اعضاء مجلس النواب اللي بمحافظه كركوك يقولون هناك يعني ناخبين لا يسكنون المحافظه يجي بالانتخاب ينتخب كان يكون فد 100 150 الف 200 الف 500 الف ينتخب ويطلع من المحافظة. خلنا نحكي استاذ هنا بالانتخاب البايومتري راح يحدد هذا كل زين خلنا نحكي بلسان الاخر يعني اليوم يقول لك انا اللي طالب واللي مصر على ان تكون الاقضيه هي دائره انتخابيه بيش راح يضر شفافيه الانتخابات بيش راح يضرها؟ هي الشفافية الانتخابات شكل والتمثيل شكل آخر. إحنا اليوم تعدد الدوائر حتى نضمن يصير في كل الأقضية والنواحي تمثيل المن. يعني اليوم القضاء تعداده 400 ألف. كم نائب؟ أربع نواب. أربع نواب يمثل. بعمر الأقضية ما مثلها أربع نواب. أنا اليوم من راح يصير على الأقضية ولا؟ على الدوائر المتعددة حتى أضمن تمثيل في كل الأقضية والنواحي والقرى اللي موجودة بالمحافظة حسب التعداد السكاني اللي يمثل القضاء أو الناحية أو القرية هنا راح يصير تمثيل حكم أكو شخص ممثل عن هاي القرية حسب تعداد السكاني وراح أضمن الأربع مقاعد اللي جاية للقضاء القضاء اللي تعداده 400 ألف راح يجون أربع نواب ما القضاء ما راح يصير عنده فراغ من الممثل ياخذ القضاء الاخر يعني اذا نحكي على مدينه الصدر مثلا مدينه الصدر تعتبر قضاء تمام تعدادها 2 مليون راح يكتسح سائرون الساحه كلها وياخذ الاصوات ايش كم نائب راح يطلع بيها هذا قناعه النائب اليوم احنا لا مو جاي احكي على اسرار هاي ايرادات كتل سياسيه استاذ سلام اليوم خلي احكي لك بالصحيح انتخابات 2018 اول مره المرجعيه الرشيده تتدخل بموضوع الانتخابات نزلت عده فتاوى المجرب لا يجرب حتى انطت جواز شرعي اللي ياخذ فلوس من مرشح سين من حقه ما ينتخبه حتى اذا كان اكو يمين يعني المرجعيه جاي تحمي الناخب كل زين باو عليه اما بالنسبه للكتل اللي موجوده الكتل اللي موجوده كلهم ابناء العراق تمام الممثل اللي راح يصير اذا لكتله سين واذا لكتله صاد احنا اللي يهمنا شنو اللي يهمنا يصير تمثيل حقيقي في كل المحافظه على مدينه الصدر هسه انت تضمن كل قطاعات مدينه الصدر بها ممثلين
تضمن؟ مش مدري أيامكم. لا لا. هي ما تجاوبون عليها. هي مو منطقية. يعني أكو قطاع بي 3 نواب. وأكو 5 قطاعات ولا نائب بيها. ليش؟ يعني صار محافظة دائرة انتخابية. لأن كانت دائرة انتخابية واحدة. اليوم إحنا من ذاهبين للدوائر المتعددة حتى نضمن القطاع سين قطاع واحد قطاع اثنين كل قطاع حسب تعداد السكان راح يصير عنده ممثل. جيد. أنا يمكن هذا يخدم أنه يعني قاله بصراحة أنه يخدم الكتل الكبيرة أو الكتل وسائرون الفتح راح يأخذون هسه أنا ما أدري شنو الحكمة ليش أنه مأيدة هذا على هذا الدواء هذا مقترحنا مقترح هذا مقترح الحكمة هسه قال مقترح لا لا لا, لا الدوائر المفردة كل دائرة مقعد مقترح الحكمة وموجود باللجنة القانونية كانوا الأخوة في سارون مع القضاء دائرة انتخابية إحنا كنا ما مو مع القضاء ليش قلت شنو الغاية يعني القضاء دائرة انتخابية ما بي لا شفافية ولا عدالة بالتمثيل ما بي شفافية ليش؟ سألني ليش؟ ليش؟ أكو قضاء بيطلع نائب واحد عدد السكاني قليل قليل ممكن نائب واحد وأكو أقضية طبعا أقل من 100,000 لازم تندمج قضاء فكون تندمج قضاء ثاني الله تصير دائرة وأكو قضاء مثل مدينة الصدر 15 نائب هذول 15 نائب يتنافسون بدائرة واحدة وهذاك كل قضاءين يتنافسون على نائب واحد. نائب واحد يعني ماكو عدالة بالتمثيل كل زين هذا اللي أنا أريد أتجاوز فالعدالة بالتمثيل ما يصير بنظام أكثري تجي تقول 15 واحد روح تنافسوا ياه اللي يجيب الأصوات الأعلى كل زين أنا أسويها محافظة دائرة أريد أحكي عن قبل ما أختم عندي موضوع مهم جدا اللي هو موضوع يونامي والكتاب اللي أرسلته يعني المفوضية الانتخابات شلون يتم احتساب الفائز بعدد الأصوات للأصوات الأعلى أكون تساؤل آخر يقول لك إذا تساوت الأصوات وين راح نتجه إلى جولة ثانية حسب القانون اللي صوت عليه الأعلى الأعلى إذا تساوت الأصوات أعلى الأصوات يعني بأنظمة سابقة كان يقول بالقرعة بيناتهم أي هذا صراحة صار ما شاير هال ما شاير هال يعني إذا خلل أكو بالقانون ممكن بالنظام بالمفوضية أو يتعدل القانون شنو الإجراء الثاني تحل هالمفوضية عادة بأنظمتها صدر أنظمة يعني النظام يفسر القانون بهذا النظام تقدر أنا أنتقل إلى الكتاب المرسل من مكتب الأمم المتحدة اليونامي في الأول من حزيران اللي يتحدث بأنهم معنيون حديثا اعتمدوا على الموظفين الذين لم يشملهم قانون المفوضية عام 2019 وهؤلاء معتادون على الطرق القديمة التي تسير بها إجراءات المفوضية هسه هاي نقطة خلل مشخصتها شو راح يتم تعامل وياها من مجلس النواب والله إذا طبعا أنا أشاركهم الرأي ولو يعني مجلس النواب عندما راح نزل إلى مسؤول رئيس قسم أعتقد في المفوضين لا يجب أن ما يبقى بمكانه وهاجس مجلس النواب كان في ذلك الحين هو نفس المطالب الشارع يقول لك المفوضية محاصصة بس المحاصصة مو على مستوى فقط مجلس المفوضين نزلت محاصصة الأحزاب إلى حتى مدير الشعبة أستاذ سلام يقول حق مشروع لا لا مفوضين مستقلة أستاذ هشام أنا حتى اعتراضت عليه لا لا أستاذ هشام أنت سألتني على المدير العام إيه مدير عامي مدير عامي بالمفوضية العامي دول لا لا ما جاء أنت ما حددت المفوضية لا كنا نحكي عن وزارات مفوضية مستقلة المفروض مستقلة المفروض مفروض مستقلة احنا اليوم من صوتنا على حل المفوضية يعني يدري أستاذ خالد والإخوان أنا بمجلس النواب أغلب النواب كانوا ما حاضرين معارضين على حل المفوضية أصرينا إحنا وبعض إخواننا اللي بالكتل الأخرى حتى نمضي قانون حل المفوضية حتى نأتي من مفوضية تخدم الشارع العراقي أكو قلق من الأمم المتحدة نزل القانون الهاجس كان أنه قلت لك واقع الحال كانت المحاصصة في المفوضية سابقا وصل إلى مسؤول الشعبة وهسه تسمح لي عندما صدرنا القانون قلنا من مسؤول شعبة فصاعدا ذولا كلهم يتغيرون مو من حقهم يأخذون منصب ثاني تمام. فروحوا ما دون ذلك صعدوهم خلوهم مسؤولين المديريات العامة لغت معظمها ظلت مديريتين تمام. بس وعلى اعتبار احنا جبنا مجلس مفوضين من القضاة مستقل لا محاصصة ولا يعني مجلس المفوضين ما بمحاصصة نهائيا نهائيا شو ضحك لا لا لا, لا 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 ما بمحاصصة قضاة وقرعة يعني وين المحاصصة
بس حقيقة لا أحكي بشكل واضح. والمدراء العامين؟ مدراء عامين اثنين جايك يعني من مجلس النواب حتى يطلع المسؤولية من عنده. هو مجلس النواب مكون من أحزاب تمام، والكل سياسيين بالمجلس حتى يخلص المسؤولية من عنده وينفذ ما يريده المظاهرين والمرجعية. راح جاب مفوضية من القضاة مستقلين وخلى اختيارهم بالقرعة، مو رئيس مجلس القضاء ومجلس القضاء هو اللي يختار، كل زين رشحوا بالقرعة يطلعوا كل زين. فقط من الدرجة الأولى شرط أو من الدرجة من الصنف الأول جيد، وحافظ فقط على التمثيل يعني من كردستان يجب أن يكون قضاة كل زين. أنا راح هذول المفروض بعد ما يجون يخضعون للأحزاب السياسية وتقدموا مقاصصة كل ساعة، إذا أكو مقاصصة يتحملون كل زيادة. أستاذ سلام أرضى حسن، الشيء الخطر الثاني لا بد أن تتطرق له ولو جاوزنا على الوقت قليل، جرى تقليل معيار المستوى الدراسي أثناء تلك التعيينات، ما يعني أن فئات وشرائح تم قبولهم انطلاقا من مبدأ المحسوبية. شارة خطيرة يعني من مفوضية من الأمم المتحدة تجاه مفوضية الانتخابات. يعني كادر المفوضية نزلوا تقليل المعيار المستوى الدراسي أثناء تلك التعيينات، ما يعني أن فئات وشرائح معينة تم قبولهم على أساس المحسوبية. أنا شو أقول؟ اليوم من نضبط إيقاع رأس الهرم اللي يقدر يمشي المؤسسة الإدارية مالته بما يحلو له. أنا اليوم من خليت قضاة من الصنف الأول ولا يمكن المساومة مع القضاة، القضاة تعبان على نفسه وقدمته ووضعه وأموره. بالنسبة لما دون القاضي بإمكان القاضي يسير مؤسسته بما يحلو له هو. حلو. يعني والضغوطات الحزبية؟ مو يعني ماكو ضغوطات لا لا بس خلينا نكون واضحين أخي العزيز، احنا أمام ملايين المشاهدين. كل من حسب استحقاقه. هسه احنا اليوم نقول ماكو محاصصة، هي مفوضية مستقلة. أخي العزيز بس طال المفوضية على المدخن بيها. طيني مجال أخي العزيز. اليوم أخذوا أخواننا الكرد حصة بيمن باختيار قضاة مستقلين أكراد. يعني الإقليم لخصوصية الإقليم. أحسنت. يجب أن يكون تمثيل في مجلس. لازم يصير كردي سني شيعي. هذا اللي صار. بس لكن منتمي لحزب معين لا أنا أضمن لك أي انتماء لأي مدير مفوض بالمفوضية ماكو. يعني هاي بشارة خير. هي يعني أنا ما أشوف قاضي من الصنف الأول يجي يساوم وتعبان على نفسه تمام. يجي يساوم على موضوع سين وصاد كل الزيادة. أنا أشكرك شكر جزيل سيد سلام الشمر النائب عن سائرون، شكرا جزيلا لك، وكذلك السيد خالد الجشعمي النائب عن حق، شكرا جزيلا لك وشكر موصول إليكم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة.